تحية سام نيو داب، وماذا نرى سام نيو داب بعد كل هذا الهبوط الكبير واللي أعطانا فرصة ممتازة جدا جدا شرائيا، وللأسف احنا ملحقناش. طيب سام نيو داب عمل ايه بمنتهى البساطة؟ سام نيو داب احنا كنا متفقين ان احنا عملنا دورة سعرية لحد المستويات دي، عملنا واحد عملنا اثنين وده كله كان ثلاثة، وتوقعنا التراجع باربعة، ولكن لن نتوقع كل هذا الهبوط. انا توقعت ان هيدينا ضلع بسيط ما قبل تكملة الاتجاه السعر، ولكن الموجة الثالثة تعنفت وبقوة وكانت فرصة ممتازة جدا جدا شرائية. اي تراجع في خلال المنطقة دي اللي هي ما بين 2 جنيه و 65 قرش لحد مستويات 3 جنيه هو فرصة ممتازة جدا جدا للشراء وليس الخوف من السعر. ليه بقول الكلام ده؟ خلينا بمنتهى البساطة. طيب انا الموجة الثالثة بتاعتي اللي انا صعدت فيها، انا عملت منها ادي واحد وادي واحد وادي اتنين وعملت مستهدفاتي بتاع، يعني انا ما زلت بعمل ايه؟ عملت واحد وعملت تلاتة وعملت الموجة الخامسة وانهيت دورة سعرية بالنسبة لي مكتملة. المفروض الدورة السعرية بتاعتي دي المفروض بصحح لحد مستويات ايه؟ بصحح لحد مستويات ما بين 38 لحد 50 فيبو كعادة وطبيعة الموجة التالتة. طيب اخد الموجة التالتة اللي جات من هنا لحد هنا، صححت لحد فين؟ لحد مستويات احنا كنا مستويات 50 فيبو كنا بنحددها والسهم تراجع منها وبقوة. طيب السهم نزل اداني مستويات 61 فيبو وارتدوا بقوة، وهيرتد بقوة، وانا عندي كمان تصحيح مكتمل. ليه كمان بقول عندي تصحيح مكتمل؟ تعالى بمنتهى البساطة ناخد فيبوناتشي، واحنا قلنا ان دايما طول الضلع الاول بيكون مقارب الى الضلع الثالث وممكن يجي عند مستويات 78 لحد مستويات 100 فيبو. السهم نزل وكسر مستويات 100 فيبو بقليل، واعتقد ان السهم لن يهبط عن كده، وما زال للسهم مستهدفات جديدة. طيب مستهدفات السهم ايه عشان انهي الدورة السعرية اللي انا فيها دي كلها؟ طيب انا بمنتهى البساطة قلت ان انا هاخد القاع اللي تشكل هنا والقمة اللي تشكلت هنا، وابحث عن مستويات ال 200 لحد مستويات 261 فيبو. الموجة التالتة حققت لي مستويات 200 فيبو، يبقى الموجة الخامسة هتحقق لي مستويات 261. طيب انا عندي هدف ايه عند مستويات 261؟ عند مستويات الاربعة جنيه، وده الاقرب للتحقيق ان شاء الله. واحنا كمان منساش ان السهم ده احنا لينا اهداف عليه على مستويات الاربعة جنيه وستين قرش، يعني مازال للسهم مزيد من الاداء. طيب انا بتوقع ايه للسهم؟ بمنتهى البساطة هنروح نعمل الدورة السعرية بتاعتي اللي جت على شكل واحد اتنين تلاتة اربعة اللي نزلت بعنف، واعمل الموجة الخامسة، وبعد كده اصحح النمط ده بحيث ان يديني فرصة دخول تانية للبحث عن الهدف الاول اللي هيكون عندي بالنسبة لي، اللي هو عند مستويات الاربعة جنيه وستين لحد مستويات الخمسة جنيه. حاليا انا ببحث ايه؟ ببحث عن مستويات الاربعة جنيه كهدف اول. السهم ادانا فرصة ممتازة لدقائق، للأسف اللي لحق واللي ملحقش او خافوا بقى الاسهم، يلا حصل حصل، لكن مازال السهم اهداف، وما زلنا نبحث عن مستويات الاربعة جنيه كهدفنا القادم ان شاء الله، وبالتوفيق.